أقامت الجمعية الفلكية السورية فعالية لرصد عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس في حديقة تشرين بدمشق بدءاً من الساعة 2 بعد ظهر اليوم. هذا هو كوكب عطارد هالنقطة. هلا حتشوفوه لايف من تلسكوب الأول، حتشوفوه تمام بالطرق الثانية. طبعاً كوكب عطارد ميركوري كانوا يظنون رومان إله الرسول لأنه أقرب كوكب للشمس، كانت حركته سريعة مثل الزئبق، سريع ما بينلقط. كوكب عطارد ما بينلقط، نادراً ما نشوفه. اليوم فرصة نشوفه لكوكب عطارد. الحدث اللي بدنا نرصده هو بيحدث نهاراً، لازم تكون الشمس موجودة بالسماء لحتى نقدر نشوف عبور كوكب عطارد. العبور هو مرور كوكب أمام نجم. ظاهرة العبور هي إحدى الطرق اللي قدرنا من خلالها نكتشف كواكب خارج المجموعة الشمسية لما بيمر الكوكب أمام النجم تبعه. العبور بيحدث تقريبا بكل قرن، بكل 100 سنة بيتكرر 13 أو 14 مرة. العبور اللي بيصير بشهر تشرين الثاني بيتكرر بعد 13 سنة، بينما العبور اللي بيصير بشهر أيار ممكن يتكرر بعد 7 سنوات.